بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ نكمل كلامنا عن البيكتورال ريجون ماسل. خلاص كده. طيب، يبقى زي ما اتفقنا مع بعض، انا هبدا ان انا ايه هعمل ايه بقى عشان اشوف بقيه العضلات. هبدا ان انا اشيل الايه اقطع الايه البيكتوراليس ميجور ماسل، واتفرج على العضلتين او العضلات اللي موجوده تحت البيكتوراليس ميجور. ظهر عندي هنا عضلتين اهو، عضله الايه السب كليفيس ماسل وعضله البيكتوراليس ماينور ماسل. زي ما قلنا دي رسمه كده ايه حلوه، يعني واخد بالك متشفيه قوي، يعني كده مش موريك غير بس العضلات اللي احنا عاوزينها. خلاص، اول حاجه عندنا عضله البكتوراليس ماينور ماسل، دي عضله اهي، نجيب اللي هي المربعه بتاعتنا بكتوراليس ماينور ماسل. دي عضله هنا بتمتد من عند الضلع من 3 ل 4 ل 5، خلاص كده من 3 ل 5 ايه ريبس. وزي ما قلنا ما بتمسكش في الكوستا كارتج نفسها، انها بتمسك في الريبس او في الضلوع. خلاص، طيب عندنا الايه السب، وطبعا بتطلع هنا وتعمل انسرشن في الكوراكوي بروسيس. خلاص كده. طيب نجيب العضله الثانيه اللي هي عضله الايه السب كليفيس ماسل. السب كليفيس ماسل زي ما احنا شايفين بتطلع من عند الضلع الاولاني، بينما البكتوريس ماينور 3 و4 و5، اظن انت فاهم. سبليفيس ماسل بتطلع هنا من الجانكشن ده اللي هو اسمه الكوستو كوندرا جانكشن، الكوستو كوندرا جانكشن، وبتنزل وبتطلع تطلع تمسك هنا في الكلافيكل في جروف مخصص ليها بنسميه السب كليفيس جروف. السب كليفيس جروف، ونفس المنظر هنا وموضحه من الناحيه الثانيه. دي البكتوريس ماينور ماسل طالعه من 3 و4 و5 ورايحه في الكوراكوي بروسيس، وهنا دي اللي هي الايه السب كليفيس ماسل طالعه من الفيرست كوستو كوندرا جانكشن ورايحه تمسك في السب كليفيس جروف. طيب دلوقتي انت كده خلصت مين؟ انا كده خلصت البكتوراليس ميجور وخلصت السبكليفيس ماسل وخلصت البكتوراليس ماينور، صح؟ في عضله كده الرابعه بقى اللي هي السريتس انتيور. يقول لك السريتس انتيور دي لما نحب ايه نشوفها قوي، واخد بالك، نجيب الكاميرا بتاعتنا كده واخد بالك ونبص من جنب كده، نحب نتفرج على الايه على السريتس انتيور ماسل، تتشاف حلو قوي من الجنب. خلاص، يعني من قدام ممكن في ميجور مغطيه عليها ماينور مش عارف ايه، واخد بالك، انما لما اجيبها من الجنب تبان حلوه قوي. طبعا زي ما احنا شايفين ادي عضله الايه السريتس انتيرو ماسل، ودي تعتبر اخر عضله من عضلات الايه يعني تعتبر اخر عضله من عضلات البكتورال ريجون. يمكن بتبقى يعني مش يعني بتبقى لذيذه شويه في الشرح، واخد بالك، مش سهله شويه في الشرح، بس اهو خلاص. زي ما احنا شايفين طبعا عندنا عضله السريتس انتيرو ماسل بتطلع من الريبس، بتطلع من الليد من الضلوع، وبخلاف البكتوراليس مثلا ماينور وميجور، واخد بالك، يعني مثلا هنا الماينور والسب كليفيس والميجور كانوا كلهم بيطلعوا من الضلوع من قدام، لا دي بتيجي هنا من عند الايه؟ من عند النص كده تقريبا، خلاص كده، من هنا من الجنب هنا، خلاص؟ ممكن في بعض الكتب هتلاقيها يعني بتقول لك كده جمله كده انه الاوريجن بتاع السيريتس انتيرو بيطلع من الريبس او بيطلع من الضلوع في منطقه كده، شوف الكلمه ان ذا ميد واي بتوين، ان ذا ميد واي في منتصف الايه؟ في منتصف الايه؟ المسافه between the costal cartilage and the ribs angle، يعني في منتصف المسافة ما بين الكوستال كارتليج والانجل اوف ريبس، عشان تبقى انت بس فاهم الدنيا ماشية ازاي. الريبس او الضلع ده زي ما احنا شايفين كده بيجيب من قدام، من ايه، من ورا، شوفوا لقدام، من ورا لقدام، خلاص كده. ففي حتة ورا هنا كده بنسميها الانجل، خلاص، وهنا في حتة قدام بنسميها الكوستال كارتليج، فهو في النص بالظبط. يعني ليه السيريتس انتيرو بتطلع في الميدوي في منتصف المسافه ما بين حته كده ورا او زاويه ورا كده في الضلع بنسميها الانجل، وحته قدام كده بنسميها الكوستا كارتج. طبعا انت مش عليك خالص الحته بتاعت الايه الانجل دلوقتي والكلام ده، لان ده لسه قدام في الايه الثراسيك كيج، هتلاقي الكلام ده مشروح انا شرحه في الايه في الثراسيك كيج. بس لو انت عندك يعني سنس فضول، بص بس بسرعه كده، يعني ده طبعا الايه الاسترنال زي ما احنا شايفين، والاجزاء اللي هي البوني دي اللي هي الكوستال كارتليج، خلاص كده، وده الريبس. انا هاخد الضلع ده بره، شوف الضلع بره اهو كده، شوف الحته دي اسمها الانجل، شوف الزاويه، شوف عامله ازاي، شوف الضلع بيعمل ازاي، ده الضلع، خلاص كده. ودي الايه دي المنطقه اللي هو دي، شوف الاتاتشمنت تو ذا كوستال كارتليج، دي الحته اللي الريب او الضلع فيها، شوف اللي هي الحته دي اللي هي الضلع بيمسك فيها من الكوستال كارتليج، وهنا الانجل في منتصف المسافه تقريبا بيطلع مين او بيمسك مين السريتس انتيرو ماسل. يبقى انا المفروض هنا عندي قدام هنا الاتاتشمنت بتاع الكوستال كارتريج، وورا هنا بيبقى في حاجه اسمها الانجل، في منتصف المسافه بالظبط بيطلع الاوريجين اوف ذا سيريتس انتيرو ماسل. طيب، وهتلاقي تاني ملحوظه متعلقه بالاوريجين ان هي كفرنج ذا انتر كوستال ماسلز. هنا برضو هناخد في الثراسيك كيج او في الثوركس ما بين الضلوع ديت، ما بين الضلوع هنا بيبقى في عضلات كده تسمى الانتر كوستال ماسلز، الانتر كوستال ماسلز، هتجد انه السيريتس انتيرو بيضغطي عليها، بيضغطي على الانتر كوستال، يعني تحت السيريتس انتيرو تجد هنا في عضلات كده ما بين الضلوع تسمى الانتر كوستال ماسلز، او وحتى اسمها انتر كوستال، يعني ما بين الايه؟ ما بين الضلوع، او العضلات اللي ما بين الضلوع بنسميها انتر كوستال ماسلز. وطبعا هتجد السيريتس انتيرو، شوف ممتده من اول، شوف الضلع الاولاني، هو هنا جايب من الضلع الاولاني الضلع التاسع، بس في كتب بتكتب 8 ضلوع بس، يعني مش لغايه 9، لغايه 8 بس. كمل كلامنا عن السيريتس انتيرو فيديو جاي.